لمدة 5 سنوات. عاوز اقول لكم على حاجة جميلة جدا. عارفين الخبر ده انا جايبه منين؟ والله العظيم من مسؤولي الزمالك مش من الاهلي. يعني بتقول الاهلي بيلعبوني مفيش مشكلة في هولتر بوالي. انا قلت لكم ان الزمالك وبيراميدز داخلين في الصفقة. اللاعب وقع مع النادي الاهلي، وقع عقود النادي الاهلي وتبقى موافقة الجونة وبعلم وكيل اللاعبين وبعلم المسؤولين في نادي الجونة. طب مسؤول الزمالك عرفوا منين؟ مش قلت لكم الزمالك هيدخل في مفاوضات مع الجونه، وقلت لكم ان بيراميدز داخل وعرض 20 مليون وعرض دودي الجباس واسلام عيسى. قلت لكم الكلام ده امبارح. يا عم اسماعيل حسين ما اقدرش على زعلك والله، انت فوق راسه. ما اقدرش على زعلك والله. فسيدنا النبي جد الحسن جد الحسين. فمسؤولين نادي الزمالك دخلوا وغاصوا في الموضوع. عرفوا ان رغبة اللاعب وولتر بواليا هو النادي الاهلي، وعرفوا ان فرص انتقاله الى النادي الاهلي كبيرة، وتأكدوا من رغبة لجنة الكورة في النادي الاهلي للحصول على خدمات وولتر بواليا. يعني وولتر بواليا مسؤولي نادي الزمالك عرفوا انه موقع للاهلي 5 سنين ماشي، ويبقى الحصول على موافقة نادي الجونة. طب الاهلي هيخلص؟ الاهلي مستني حاجه واحده فقط، سيرينيو. قرروا ايه؟ لان موسيماني بيقول لك انا ما اقدرش اعيش من غير سيرينيو، ما اقدرش، عاوز سيرينيو معايا، جاستون سيرينيو انا عايزه معايا. ماشي الحال؟ طب يعني انت قلت لنا كل ده، القرار ايه بتاع النادي الاهلي؟ كله هيتحط على الترابيزه قدام الاسطوره محمود الخطيب، اسطوره كره القدم، وانا اسطوره اليوتيوب هتابع عن قرب وعن كثب. ما تقلقوش هتابع بفضل الله وبركه. مش انا اللي قلت لكم موسيماني جاي لو الدنيا كلها قعدت تشد شعرها الاهلي هيجيب مدرب من افريقيا؟ قلت لكم ده العود راح ورجع حنان الزيني وامير توفيق واتبعتت يوم الاحد. قلت لكم الكلام ده قبلها باسبوع، فما تقلقش هنبقى على الترابيزه متابعين كل. سيبكم بقى ان انا قلت مثلا انفراد تاجيل القمه قبل كل الناس والناس نايمه لنا، ما كانش حد بيتكلم في الموضوع. وزي النهارده بقول لك وولتر بواليا وقع 5 سنوات للنادي الاهلي، واللي وده عارفه من مسؤولي نادي الزمالك اللي دخلوا في مفاوضات مع مسؤول الجونه. قال لك هو رغبته ايه؟ رغبته اللعبه في النادي الاهلي. طيب سيرينيو، جاستون سيرينيو ما لعبش ماتش امبارح، والدبابه هو لابا كوج، لابا كوج دبابه. امير توفيق لو قلت لك وصل لسه يتقابل بالكابتن، هو متواصل مع الكابتن، كابتن محمود طبعا. لما نقول الكابتن، لما نقول بصفه عامه الكابتن يبقى قصدنا على الكابتن محمود، واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي بيب. ماشي، كابتن محمود عاوز يراضي بيتسو موسيماني، لجنه الكره مش عايزه بيتسو موسيماني، عايزه وولتر بوالي. ليه مش عاوزه بيتسو موسيماني؟ عشان سنه كبير 30 سنة وفي خناقة على فلوس، وهناك قال لك 5 مليون دولار. ده الكلام ده قاله لي أمير توفيق ببقه، بس قايلين عشان يطفشوا. طب النادي الأهلي آخره 2 مليون دولار، وده اللي تم إبلاغ مستر بيتسو موسيماني، هتقدر تخلصه؟ أهلا وسهلا، لكن إحنا مش هنضغط ولا هنرفع الفلوس، ولا هنرفع الفلوس. جاستن سيرينو، أيوة كلمك على جاستن سيرينو. بيتسو موسيماني هو اللي بيضغط عشان سيرينيو، جاستون سيرينيو. الاهلي مش قال لي بيتسو موسيماني مش هدفع اكتر من كده، ال 2 مليون دولار واللاعب ياخد 3 مليون دولار في 3 مليون دولار في 3 سنين، 900 مليون، مليون و100. والاهلي بيتمناه لكن ما يقدرش، يعني يريق ماء وجهه، خاصه بعد اتفاق الكابتن محمود الخطيب ورئيس نادي سان داونز في المباراه النهائيه لدوري الابطال افريقيا التي فاز بها النادي الاهلي على الزمالك وحصل على هذه الكأس الغالية. لكن يبقى أن مفاجأة توقيع وولتر بوالي الزمالكاوية اتأكدوا مليار المية، فخرجوا من الصفقة. مش أنا قلت لك هو بيدور على بديل؟ ركز معايا، مش قلت لك هو بيدور على بديل مين؟ مصطفى محمد. فقلت لك عنده 2 اسمه ايه بتاع شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، وولتر بواليا مهاجم ايه؟ الجون. شادي حسين قلت لكم التراس وعندي الفيديوهات بتاعته من 2012،
وهو عمال يغني للالتراس وهو مع سيراميكا كليوباترا. وقلت لكم كان لعيب كويس وتعرض الى مشاكل في 2012 ومشي من المقاولين العرب بسبب وزنه الزايد وعدم دعم الكابتن محمد رضوان ليه، وراح سيراميكا كليوباترا وتالق وابدع وبات هو الهداف التاريخي لنادي سيراميكا كليوباترا، وكل العيون عليه دلوقتي بعد ما لعب مباراتين. وقلت لكم ده لعيب يخش على منتخب مصر على طول. وولتر بواليا خلاص ماضي في النادي الاهلي، مصطفى محمد خلاص اتفقوا معاه انه مكمل، فالزمالك عرف وايقن بهذه المعلومه من هذا الامر. يبقى صفقه الاهلي وقعت. لجنه الكوره عايزه الراجل الاسمراني الحلو ده، عايزاه هو. ليه؟ سنه صغير 25 سنه، شافوه في الملعب، عارفين قدراته وامكانياته، عارفين ان ده لما يجي مع النادي الاهلي والعناصر الحلوه اللي معاه تساعده وتسانده يكسر الدنيا. فانت هتروح ليه بقى لجاستون سيرينو والخمسة مليون دولار والمغالاه؟ الكابتن محمود الخطيب يحاول ارضاء مستر بيتسو موسيماني في هذا الامر، وقال له خلص واحنا مستنيين، خاصه بعد القرار التاريخي الذي اصدره رئيس اتحاد الكوره المحترم المهندس احمد مجاهد بفتح القيد 1 يناير عشان يبقى زي العالم كله، وزود القايمه كمان خمسه عشان برضه ظروف كورونا والغيابات والتاثيرات اللي بتحصل. رغم ان هذا القرار كان يجب ان يتخذ قبل بدء الموسم، ولكن المسؤولين في اتحاد الكره لم ينتبهوا الى هذا الامر. انك تزود القايمه، القايمه دلوقتي بقى في افريقيا بقت 40 لعيب. فلا، قلت البوليا مش زي بادجي يا احمد يا مصطفى. بادجي فين؟ بادجي في بلده. صفقه مضروبه يا بيه، جابها اسمه ايه؟ الله يمسيه بالخير، السويسري ريني فايل. صفقه مضروبه يا بيه، متفقين يا ابنها صفقه مضروبه والله. او ما خدتش فرصتها كامل، برضو خلينا نقول الحقيقه يعني. تاني حاجه، هو جاي له عروض، كتير جدا في هذا الامر. يبقى ده كل الامور الخاصه بصفقه النادي. انا بحطك اول باول يوم بيوم. قلت لك قدمي امير توفيق حطت في مطار القاهره في السادسه والنصف، قلت لك على كل الكلام اللي بيتقال. ايه القرار بتاع لجنه الكوره والاسطوره محمود الخطيب؟ وانا هتابع واقول لك ايه اللي بيحصل يوم بيوم، ولو في جديد هقول لك. طيب، لايك وشير وصلي على الزين عشان في معلومه مهمه عماله تتردد انا اقول لكم عليها صح ولا غلط. صلي على سيدك النبي، كمان زيد النبي صلاه، وكل من له نبي يصلي عليه. وكل سنه والاخوه المسيحيين في جميع انحاء العالم بصحه وخير وسعاده. المصريين المسيحيين في مقدمتهم طبعا حبيبي امجد حنا في الولايات المتحده الامريكيه، وهاني ادوار حبيب قلبي في مصر الجديده طبعا، وحبيب قلبي في قطر رجائي فتحي. هقعد بقى اجيب من كل بلد واحد يا عم حاتم بقى ولا ايه؟ مش هينفع طبعا. انا قلت اللي فاكرهم يعني ونتواصل باستمرار. في غيرهم طبعا، يا سلام، وهاني، فؤاد، فؤاد دجله، وماجد سامي، كل الناس الحلوه. المهم، كل من له نبي يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. في كلام عمال يتردد في الميديا ان سيد عبد الحفيظ عقد اجتماعا سريا مع يوسف اوباما في منزله، وذلك بترتيب بن محمود عبد المنعم كهربا، وللاتفاق على انتقال يوسف اوباما للنادي الاهلي. بص يا سيدي، هذا الكلام لا اساس له من الصحه، ارجع اللي فاتت، لا اساس له من الصحه. سيد عبد الحفيظ لم يجتمع بيوسف اوباما، وكهربا لم يتدخل في الامر، ويوسف اوباما اللي كان احد الوكلاء عرضه على سيد عبد الحفيظ، وانا كنت عارف بكل التفاصيل، واخد التليفون مننا، بقول لك واخد التليفون سيد عبد الحفيظ مننا، لان كابتن سيد عنده كذا رقم. فقال لي الرقم اللي بيرد عليه ايه يا اونكل؟ قلت له انت عايزه ليه؟ قال لي يعني، قلت له بص قول لي اونكل عشان يساعد. فقال لي عشان يوسف اوباما عاوز يروح النادي الاهلي. قلت له يوسف اللي عاوز يروح النادي الاهلي؟ قال لي اه. قلت له انت تعمل ايه؟ قال لي هعرض الامر على كابتن سيد عبد الحفيظ. قلت له اعرضه، اديته الرقم، قلت لك يا استاذ حافظ اطلبك الرقم ده، رد عليه. رد على الرقم، قال له كذا 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 كذا، قال له والله في الامور دي
تتكلم مع مدير التعاقدات، انا لست مخولا بالتعاقد. كل واحد فينا ده له صلاحيات. قال له انت شايف ان يوسف اوباما عاوز يجي، اعرضه على مدير التعاقدات، عندك امير توفيق تتكلم معاه وتفاوض معاه. انا لما امير توفيق يقول لي ده موجود، اشوف راي الجهاز الفني ايه وراي رياضه الكره ايه ونبلغه الامير توفيق، بجيب لك كل اللي حصل. فالكلام بقى اللي عمال يتردد انه قبل السفر الى النيجر تم عقد جلسه سريه والكلام ده كله، ما حصلش. يوسف اوباما عاوز ياخد فلوس كويسه في نادي الزمالك، مصطفى محمد خد 13، يبقى يوسف اوباما ياخد ايه؟ تيجي تقول يوسف اوباما 7، تبقى انت بتظلمه. وربك ما بيرضاش بالظلم. ربك ما بيرضاش بالظلم. حط له فلوس كويسه هتلاقيه معاك. فالاجتماع ده انا سالت كابتن حفيظ، قال لي انت بتهرج يا انكل؟ قلت له يا عم الناس بيقولوا، قال لي مفيش كلام من ده، مفيش حاجه من دي اصلا، مفيش حاجه من دي. قال لي ما كل شيء كان على يدك واللي حصل 1 2 3 4 وقفلنا الموضوع. طيب تاني حاجه انا قلت لكم، منذ رحيل المعزول مرتضى احمد منصور المحال الى النيابه بمخالفاته الماليه، ان الكابتن، وطلع الفيلم بتاع احمد سيد زيزو، قلت لكم ان هناك تعليمات واضحه من الكابتن محمود الخطيب بمنع اي تواصل او مفاوضات من النادي الاهلي مع اي لاعب زملكاوي. قال لهم كده ممنوع اي حد فيكم يتكلم مع اي لاعب زملكاوي نهائي. ليه؟ كل الدعم لنادي الزمالك واللجنه اللي موجوده ويديروا، واحنا نعرف نجيب لاعبتنا ونقوي فرقتنا من اي حته تانية، وما احناش في حرب مع اللجنه، بالعكس احنا داعمين للجنه ومساندين ليها، وعاوزين العلاقات الود والمحبه والروح الرياضيه تعود بين